سيادة رئيس مجلس الوزراء المحترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دولة الرئيس، محبتك وموقفك المشرف وسام شرف علق بصدري. الله يديمك ويحفظك ويعطيك الصحة والعافية، تبقى ذخر لهذا الوطن. ممنون منك جدا. كذلك سيد الرئيس، مكتب سيادتك كانوا متواصلين معي بشكل مستمر. الشكر أيضا موصول للسيد وزير الثقافة المحترم والسيد وزير الصحة المحترم، كانوا أيضا متواصلين معي. وصلت المطار سيد الرئيس، كانوا الإخوان في هيئة المنافذ الحدودية بانتظاري، قاموا بالواجب وحقيقة ما خلوني أتحرك من هنا. جمهوري العزيز، أشكركم جزيل الشكر لكل من اتصل بمحمد حسين، وأشكر جميع أبناء الشعب العراقي. موقفكم مشرف لأنكم أنتم عظماء. شكرا جزيلا للجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا دولة الرئيس.